إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسر التقنية MasterIQ.net. أنا حذرت منها أكتر من مرة وقلت إنها نصب وفعلا نصبت، ناس كتير كلمتني إنها مش قادرة تاخد فلوس. المروج بتاع MasterIQ قلت لكم إن هو اسمه نواف القحطاني، ولكن أنا قلت هنسميه كركر. كان قبل كده عنده كومنت سواب، وكومنت سواب طبعا نصبت، وادي MasterIQ نصبت، وكان عنده منصه عامل لها فيديوهين اسمها برو هايب، وبرده شال الفيديوهات تقريبا برده اتهرشت، وحاليا اخر حاجه شغال عليها اسمها جولدن بولز. طيب خليك يعني كده بالراحه، ادي لما كان بينصب بMasterIQ كان بيقول انها MasterIQ، هل فعلا سوف يتم ادراج عملة للسوق؟ وهل منصة MasterIQ حققت مرابح 4.3 مليون دولار؟ نعم اخوي، الشركة حققت هذه المرابح، وان شاء الله في نهاية العام الحالي سوف يتم ادراج العملة في منصة باينانس وباقي المنصات. طبعا كالعادة بنقول ان الناس بتقول اي كلام عشان خاطر تديك الثقة وتبتدي تودع فلوسك، وبعد كده بعد ما يعمل الموقع يقوم حذف الفيديوهات او يحذف من على الجروب، على اساس يعني بيبتدي على من جديد على ناس جديده ما تكونش عارفه اللي حصل قبل كده. تاني، سواء كان كركر او الحلفنجي او سعد مهلبيه او الناس دي كلها نصابين شغالين من زمان، كل شويه يعملوا سكريبت وينزلوا منصه ويقول لك الحق الايداع، حط الايداع، وبعد ما بتعمل ايداع يعني حتى بتاع IQ انفيزيت الحلفنجي رجع ينصب ب اي كابيتال، وانا حذرت من اي كابيتال ونزلت لها فيديو وقلت انها نصبت قبل كده قديمه ورجع يشغلها تاني، يعني نصب بها قبل كده ورجع يشتغل تاني، وكان الناس عندها ذاكره السمك، وكان كل العالم اللي انتم شايفينها دي تاريخها مش موجود عندي. بالفيديو انا كل واحد منصته اللي كان بينصب عليها قبل كده ومحذر منه موجودة، وتقدروا انكم ترجعوا تشوفوا عندي كمية منصات ما شاء الله تكفي جمهورية مصر العربية محذر منها وبيتم. طيب سؤال لحد محترم بيقول لي انت تنصحنا بايه من منصات تكون مضمونة بما انك انت فاهم؟ قسما بالله انا لو في منصة شايفها مضمونة او فعلا مش وراها نصابين انا كنت اقول لك خش. انا منصات التداول كنت بشرح زمان في الخيارات الثنائية، ولكن الناس ابتدت تقول عشان الحرمانيه بتاعتها طلبت ان انا ما اشرحش فبطلت اشرح. انا بنزل حاجات كل فترات كده بالضغط، يعني الناس لما بتسالني على منصه او حاجه ما لازم اقول رايي، فبشرح حاجه او بقول حاجه، بنزل الحاجات اللي انا شايفها شغاله في السوق ومستمره. وفي نفس الوقت انا لو شايف اي حاجه استثماريه شرحت قبل كده ساندر وقلت ان ساندر فيها مكسب وانا كسبت منها بس حصل فيها انتكاسه بعد كده مع يعني الوضع الاقتصادي في مصر والكلام ده كله، فابتدى الوضع يبقى ضبابي، اللي هو انت بتخش شركه حاجه بتلاقيها مثلا اسهمها ما شاء الله بتوزع ارباحه فجاه عشان مثلا ازمه في الغاز، الشركه بتاعت اسمده زي بتاعت ابو قير انخفضت الاسهم بتاعتها، فبقى الوضع انت ممكن تخش الشركه شايفه كويسه ولكن في ثانيه تحصل وضع يخلي السهم بتاعك ينزل. فعشان كده برضو ساندر قلت لو حد قوي في الاسهم وشايف الدنيا اكتر مني وحابب نشتغل على ساندر اوكي. فانا لما بلاقي حاجه بتكلم عليها، حتى برضو همستر لما اتكلمت عليه كان متاكد ان هو مش نصب، ولكن برضو لما شفنا السعر بتاعه طلعت قلت يا اخوانا انا الثلاث شهور او الفتره اللي اشتغلنا فيها على همستر لو كنا عملنا اي مصلحه تاني كنا هنطلع فلوس اكتر بكتير من اللي احنا عملنا فيها همستر. فانا ماشي معاكم على التجربه وعلى الوضع اللي انا بشوفه بقوله، انا مش بخبي عن حد حاجه، اللي انا بشوفه بقوله، ولما بلاقي حد بيشرح حاجه غلط بقول يا اخوانا خلوا بالكم ده غلط، خلوا بالكم المنصه دي هتنصب حتى في عز مجدها، يعني حتى في عز يقول لك بص ده بتوزع ارباح بقى لها 5 شهور، ده بتوزع ارباح بقى لها سنه ومش عارفه كام، بخش بشوف البيزنس موديل بتاع المشروع واقول لك خلي بالك ده هينصب، انت بقى حابب تكمل هنا هينصب، انت شايف ان الوضع مستقر وان في ارباح هينصب يعني هيجي وقت ويختفي، فده معناه قفل حساباتك اسحب فلوسك واطلع بره. فتاني انا لو في اي منصه
شايفها انها تستاهل ان انا اقول لكم انها مضمونة 100% ومش هتنصب، انا مش هبخل عليكم. المنصات اللي ما بتنصبش اللي بتشتغل عليها، اللي بتخش تعمل مهمة او بتقدم خدمة وفي الاخر بتاخد فلوس، حاجة زي جوجل ادسنس، فايفر افلييت، كينج فين افلييت، كوتكس افلييت، في مليون الف شركة افلييت، كليك بانك، امازون افلييت، في مليون الف شركة بنك سوري افلييت بتقدر تشتغل عليها. الناس بتقول لي طب قول لنا نشتغل ازاي. الحاجات دي انا شرحتها قبل كده وما لقيتش عليها تفاعل، فمش هرجع اشرحها تاني، وفي ناس شرحناها احسن مني برضو. فانت ممكن، انت انا بديك المفتاح، بقول لك فايفر افلييت او مثلا كلمه مثلا كليك بانك، فانت مهتم انك تعرف كليك بانك، مش شرط انك انت تعرف كليك بانك من احمد علي، ممكن تروح تشوف مين احسن واحد في اليوتيوب، يعني يوتيوب بيطلع لك في نتائج البحث وعنده مشاهدات كتير في الكليك بانك ده، تقدر يعني تسمع منه. ف تاني ادسنس برضو، صناعه المحتوى، انك تبقى شغال يوتيوبر، كل الحاجات دي بتجيب فلوس ومضمونه ومش محتاجه منك فلوس، محتاجه منك مجهود. لكن حاجه استثماريه ان حضرتك تحط فلوس وتاخد فلوس، دي مش موجوده الا ممكن تدور بقى الشركات المضمونه جوه بلدك. يعني ايه مضمونه جوه بلدك؟ حاجات مثلا زي البورصه، حاجات زي مثلا شركات استثماريه تبع البورصه برضو مرخصه وليها رخصه جوه بلدك، تقدر انك انت تروح تحط فلوس وتاخد ارباح عليها، دي اوكي، وتتاكد من التراخيص وتتاكد من كل حاجه قبل ما تعمل اي حاجه جوه بلدك. لكن على النت ابتعد ابتعد ابتعد، النصابين كتير، وزي ما قلت لك بيبقى واحد مش لاقي ياكل ويروح يعمل له قناه، ويعمل له قناه يوتيوب، ويعمل له موقع سكريبت، ويروح يطلع ويبقى بقى يوتيوبر وبقى عنده قناه ويبتدي يعمل. زائد ان كان في ناس المفروض انها محترمه وبرضه نصبت قبل كده في فيديوهات، واحنا كشفناهم وراح حذفوا الفيديوهات، المفروض انهم يوتيوبرز كبار وعندهم بتاع حوالي نص مليون متابع، لكن برضو السرقه او كله بيدور على الفلوس السهله. انا قدامي الناس متابعاني فانا اقوم ملبسهم في الحيطه، فمش مشكله ان الموضوع يعمل. كل حاجه في التداول فيها مخاطره، كل حاجه فيها مخاطره ما عدا انك انت تشتغل بايدك، وده الحل الامثل ليك عشان ما تخسرش فلوسك. تاني، اي حد تبع نواف كركر والشله اللي احنا قلنا عليه قبل كده بيشرح، سيبكم من اللي بيشرحوه، بيعمل الموقع يرجع بعد كده يعيط لكم ويقول لكم الشركه قفلت وفلوسكم بتضيع، وبيكمل عاد ما فيش اي مشكله. ولو الموضوع كبير بيقوم حذف الفيديوهات، يصبر شويه، يسقع نفسه على اساس الناس نسيت، ويرجع يبتدي من تاني ويقرفنا بطلعته البهيه. فالناس دي زي الصراصير، مش هتنتهي الا لما الناس تعقل هي وتبقى فاهمه ان ما تروحش للنصابين. عايز تشتغل على موقع او عايز تشتغل على حاجه، يكون حاجه مرخصه ويكون دوليه ويكون شغل قانوني. ومفيش حاجه في المواقع اللي انتوا بتشوفوها الهايب، او موقع اللي هو ادفع فلوس وخد 60% و80% والكلام ده كله قانونيه، كله شمال. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.